استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن البحرين لديها تاريخ مشرف سطره أبناؤها بعزمهم ومواقفهم وعطائهم المنهمر في رفض مسيرة العمل الوطني. واستذكر سموه بكل التقدير مآثر رجالات البحرين الأوائل ومواقفهم التي شكلت علامة فارقة في تاريخ البحرين وستظل قبس النور للأجيال القادمة لكونها مصدر إلهام في حب الوطن والتفاني في خدمته. ونوى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باعتباره مرجعا تاريخيا وثقافيا له إسهاماته وبصماته الواضحة في مسيرة العمل الوطني. بعدها تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير خدماتها ومرافقها في شتى المجالات ومنها الصحية والعلاجية في إطار حرصها على يحصل المواطن البحريني على أفضل مستويات العلاج، منوها سموه بأهمية الوعي الصحي والحملات التثقيفية في زيادة المعرفة والحماية من أمراض العصر التي باتت تشكل مصدر قلق للدول والشعوب. وضمن هذا السياق فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة استضافة مملكة البحرين للمؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في أمراض العصر والتي تتطلب وقفة ودراسة وتحليلا لمواصلة بحث مسبباتها ومن بينها مرض السرطان. حثا سموه على ضرورة تشجيع البحوث والدراسات الحديثة التي تصب في هذا المجال وأن تتعاون المراكز البحثية المتخصصة في دول مجلس التعاون لدراسة أنماط ومسببات هذه الأمراض للوصول إلى توصيات تساعد الحكومات في وضع أفضل البرامج الوقائية والعلاجية. مؤكدا سموه بأن الحكومة تشجع على تنظيم المنتديات والمؤتمرات العالمية في المجال الطبي والعلمي والصحي وبخاصة التي تبرز كل ما هو جديد ومهم في عالم الطب والبحوث الطبية وتستعرض التجارب المتقدمة والبحوث المتميزة في مختلف أنواع الطب والعلاج للاستفادة من مخرجاتها على صعيد الخدمات الطبية والعلاجية في مملكة البحرين، مؤكدا سموه بأن الحكومة ترى بأن تقديم أفضل الخدمات العلاجية حق من حقوق المواطن والحكومة وهي حريصة على حصول المواطن على هذا الحق وفق أعلى مستوى.